يا أسف. الأخوة الأشقاء، قودونا إلى طاولة الحوار، والحكم هو صنين طيق الاقتراع، وقودونا وقودوا كل المكونات السياسية وستكون معكم إلى طاولة الحوار، ونحتكم إلى صنين طيق الاقتراع في إطار التبادل السلمي للسلطة. الأخوة الأشقاء، في القمة العربية المنعقدة في شرم الشيخ، الأخوة الأعزاء، أنا أناشدكم وأناشد ضمائركم أن ترحموا أطفالكم ونسائكم وإخوانكم وأشقائكم في اليمن من هذه الضربة التي ليس لها أي مبرر. الإخوة الأعزاء، قادت الدول العربية مأساة كبيرة في اليمن، لا تجدون مأساة فوما نحن نعاني من 4 سنوات، 4 سنوات من الصراع، 4 سنوات من الجفاف، 4 سنوات من التجويع، 4 سنوات من إقلاق الأمر. نحن نقبل بأي رئيس يطلع من أي مكون سياسي، وأنا أعدكم وأنا في المؤتمر الشعبي العام، لا أنا ولا أقربائي نترشح لهذه الرئاسة، لا نترشح لهذه الرئاسة، رغم أنه من حقنا دستوريا وقانونيا، لكن نعدكم من اجل ان يعني تحل هذه المشكله، يترشح اي مواطن ونحن نصوت مثل ما صوتنا لهذه. وانا كنت في الولايات المتحده الامريكيه في 2011، في بدايه 2012، دعوت الشعب اليمني الى التوجه الى صناديق الاقتراع، وذلك لينتخب عبد ربه منصور هادي. ونطلب من الاشقاء وفي المقدمه الشقيقه الكبرى المملكة العربية السعودية، وهي الجارة الكبرى، أن تأخذ بأيدي اليمنيين، فنحن نقدر لها تقديرا عاليا احتضانها لأكثر من 1,700,000 مواطن يمني يعيشون في المملكة، هذا نقدره تقدير عالي. فإذا نقدر لها تقدير عالي إذا أوقفت ضرباتها الجوية وساعدت على الحوار، ينتقل هذا الحوار إلى أي مكان آخر غير اليمن تحت رعاية الجامعة العربية أو الأمم المتحدة لحل المشكلة سلميا، لن تحل بالضربات، ولا تزيدها إلا مأساة، ولا تزيدها إلا جرحا فوق الجرح، فوق الجراح السابقة. خلونا نعالج الجراح، عالج الجراح الماضي ونعالج الجراح الحاضر. أنا أأمل من أشقائنا في المملكة العربية السعودية، وكذلك أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي، التعاون من أجل إخراج اليمن من هذه المحنة التي يعيشها خلال هذه السنوات الأربع الذي مضت. لا نعلق عمل إلا على الله سبحانه وتعالى وعلى أشقائنا، ونقول للأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها كمؤسسة دولية وألا تتحول إلى طرف، ونطلب رفع الحصار على الشعب اليمني. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أتكلم معاكم وأحملكم كامل المسؤولية إراقة أي قطرة دم بعد اليوم. أنا أناشدكم باسم المؤتمر الشعبي العام وباسم أبناء الشعب اليمني العظيم.